سيد، موقف النادي الاهلي مع مؤمن زكريا الحقيقه اعتقد كان، انا بالنسبه لي الحقيقه ابرز شيء هذا الموسم، وحاجه من الحاجات اللي قد ايه بتبرز قيمه الاحترام وقيمه عائله النادي الاهلي. طبعا يعني شيء مهم جدا ان مؤمن هو اللي بيتصدر المشهد في كل احتفالاتك، في كل البطولات اللي انت خدتها خلال الموسم ده. وانا اتكلم في النقطه اسلام، الحاجات الانسانيه دي ممكن تبقى سبب رئيسي من اسباب حصولك على البطوله. طبعا يمكن حصلت دي مثلا مرات كتيره، يمكن انا عشتها جوه النادي الاهلي. معلش بس في ناس كتيره ما بتصدقش، كانت تقول لك يعني لا. انا اقول لك حاجتين مثلا. اتفضل. انت في بطوله 2008 كنت بتتكلم معظم الوقت اهدوها لروح عبد الوهاب الله يرحمه، وحصل كده وربنا كرم بالبطوله. 2012 اما بدات تتكلم البطوله دي للشهداء، وكان في فعلا تعهد او اللعيبه كلها تعهدت على نقطه معينه ان احنا ان شاء الله هناخد البطوله دي اهداء لشهداء بورسعيد، وده حصل وخدت البطوله. والبطوله دي يعني في بدايتها حتى اللعيبه والجمهور وكل الناس بدات تتكلم ان مؤمن يعني اهدوا البطوله دي لمؤمن عشان حالته النفسيه، عشان يقدر يرجع بشكل قوي. حتى اما اتعلن ان مؤمن هيحضر النهائي وهو اللي هيسلم الكاس، الناس كلها كانت بتتكلم في نقطه ما ينفعش مؤمن يسلم الكاس لحد غير لعيبه النادي الاهلي. وده اللي حصل فعلا. فالحاجات الانسانيه دي ممكن هي ربنا بيكرمك عشانها، ممكن تلاقي البطوله دي سبب من الاسباب الرئيسيه ان انت خدتها وجود مؤمن، وجود النيه الكويسه من ناحيه مؤمن، وقوفك بجنب مؤمن. خلي بالك كلنا ممكن كنا نبقى طبعًا في نفس الوضع طبعًا. يعني مؤمن واحد مننا، انا عشت مع مؤمن وانا مدرب في النادي الاهلي. مؤمن كان اهم لعيب في بطوله 2017 اللي انت لعبت فيها نهائي وخسرت. مؤمن كان هيبقى لو خدت البطوله في 2017 هو نجم الفرقه، هو النجم الاول للفرقه. فبين يوم وليله يحصل الظرف ده، فطبيعي ان انت تقف معاه، وخصوصا لما يكون حاجه بحجم النادي الاهلي وبحجم العلاقات اللي موجوده جوه النادي الاهلي. خلي بالك هي مش علاقه يوم او علاقه تعاقديه بين لاعب ونادي، لا، هي علاقات كلها بتقوم على الحب والعلاقه كويسه. النادي الاهلي طول عمره هتلاقي اي حد بيمر بظرف بيقف معاه، ومرورا بلعيبه كتير حصل. الجميل يا سيد، كمان الجميل كمان مش يعني مش لعيبه النادي الاهلي بس، لا ده كل الجميل ان مصر كلها ولعيبه الانديه كلها بقى كنت تشوف ان اي حد بيجيب جون بيروح يعمل حركه مؤمن وبتاع. فده كان شيء جميل، واي حد تقول له اعمل حاجه عشان مؤمن كان بيعملها. يعني في ناس حتى كانت يعني كتيره جدا ممكن تطلب منه اي فيديو او اي حاجه ينزلها عشان مؤمن بالذات. الناس ما فيش حد بيقول لك، ما حدش كان بيتكلم في حاجه، ما فيش حد. انا مش عايز اوصل يعني كده، انت فاهم؟ لان هو مؤمن، انا من الناس القريبه جدا لمؤمن، ومن الناس اللي بحبها جدا، وبقول لك عشت معاه وهو نجم النادي الاول. في وقت كده ما تحس واحد كان نجم الفرقه وواحد اهم لعيب في الفرقه بين يوم وليله يحصل له ظرف، فطبيعي جدا اللي حصل معاه ده. وده يدل ان النادي الاهلي يعني عنده وفاء لابنائه، عنده وفاء لواحد من اللعيبه اللي اديت له وتعبت في الملعب. طالما بتتعب في الملعب هتلاقي الرد، هتلاقي يعني طالما انت بتخلص الاخلاص ده اهم حاجه يا اسلام، سواء جوه الملعب او بره الملعب، سواء انت مدرب سواء مسؤول في النادي. وده اللي حصل. النتيجه دي بتاع البطوله مش نتيجه بطوله ما جاتش كده، لا، جت بتعب ناس كتيره جدا، جت بتعب لعيبه موجوده، اجهزه فنيه موجوده، تعب اداره، تعب مسؤولين، اكيد الجمهور اللي ورا الفرقه، الجمهور اللي في وقت كورونا حتى في مباراه قبل النهائي والنهائي جه النادي وحضر التمرين. يمكن موسيماني اتفاجئ بعدد من الجمهور الموجودين، فده دليل. لا، انا كنت النادي في النادي اليوم ده بالمناسبه، يعني في حاجات كده يوم حلو قوي يعني بتخليك، لا، النادي ده في حاجه من جوه مختلفه تماما.